الكل تحدثوا بما يخص التخصيصات المالية لمحافظتهم أو الزيادة بالتخصيصات المالية. سيدي العزيز، لأول مرة لربما تسمعون أطالب بعدم تخصيص مالي لمحافظة كركوك أو الزيادة في التخصيصات، وذلك لأسباب عديدة ما عدا التخصيصات بما يخص البلدية والتنظيفات. الآن كاد أن يصل الوساخة لكل مناطق والشوارع الموجودة في هذه المحافظة للأسف، وأيضا بما يخص القطاع الصحي وبما يخص المادة 140 التخصيصات المالية من أجل تعويض العوائل اللي لحد الآن وأكثر من 17 سنة لم يتم تعويضهم بهذه المادة الدستورية. سيدي، لا نريد تخصيص المالي لأن الإدارة في محافظتي إدارة فاشلة وفاسدة وغير عادلة. لا نريد التخصيص لهذه المحافظة لأن إدارتها تفرق بين مكوناتها ومناطقها بما يخص المشاريع الخدمية. قاسية كلش هاي. نعم قاسية، وأنا أيضا أتألم عندما أتحدث بهذه الأمور في مجلس النواب العراقي، لكن هذه الحقيقة. ولربما تسألوني لماذا لم تقوموا بواجبكم بما يخص الصلاحيات الدستورية والرقابية لمجلس النواب. عملنا بكل جهد بما يخص هذه الموضوع مع كل جهات المعنية في الحكومة، سواء كان ديوان رقابة المالية أو الهيئة النزاهة، لكن للأسف الإجراءات هي بالنتيجة متوقفة ولا يوجد أي تطور. أنطي وقت. كركوك للأسف ثاني أكبر مدينة من حيث إنتاجية النفط، واعتقد الأكبر على كل مستوى العراق بما يخص الاحتياطيات النفط، لكن كركوك تشبه قرية عندما تذهب إليها، وكل ذلك بسبب الفساد. لدينا موارد طبيعية هائلة جدا، لدينا موارد بشرية ممتازة جدا، لكن الفساد والفاسدين دمرتها، ولا يوجد على أرض الواقع أي من هذه التخصيصات المالية عندما كل سنة نحن نخصصها في الموازنة بما يخص الخدمات، بما يخص الواقع أو إيصال الخدمات للمواطنين في هذه المحافظة.